33 شهيداً فلسطينياً وقرابة 1500 جريح حصيلة العدوان الصهيوني على انتفاضة القدس لغاية إعداد هذا التقرير، والتي انطلقت رداً على محاولات تقسيم الأقصى مكانياً وزمانياً واعتداءات المستوطنين المتكررة بحق الفلسطينيين. واضح أن الإصابات اللي وصلت المستشفيات الحكومية، مناطق الإصابة تؤكد أنه استهداف مباشر لجيش الاحتلال للمتظاهرين لقتلهم، أو على الأقل إحداث عاهة مستديمة عند هؤلاء المتظاهرين. عمليات المقاومة الفلسطينية على مدار 14 يوماً منذ انطلاق الانتفاضة حصدت 7 قتلى إسرائيليين وأصابت 140 آخرين في 19 عملية طعن واقتحام لحافلة إسرائيلية في داخل القدس المحتلة. مواجهة الاستعمار، مواجهة قتلهم بشكل مجاني، مواجهة هذا التعنت، هذا الصلف، مواجهة هذه العقلية العنصرية الإسرائيلية، الدفاع عن أنفسنا في كل مكان، هذا من حقنا. ميدانياً فإن حكومة العدو أقرت هدم بيوت منفذي العمليات الفدائية ونصبت مزيداً من الحواجز العسكرية، كما أغلقت البلدة القديمة من القدس المحتلة وتشن حملة اعتقالات واسعة طالت قرابة 800 مواطن، وذلك وفقاً لإحصاءات نادي الأسير. يترافق ذلك مع 240 اعتداءً نفذها المستوطنون بحق القرى الفلسطينية. الخطوة الأولى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على مسار جديد واستراتيجية جديدة. أول بنودها هو دعم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والعنصرية. وكل اللي بنأمله من السلطة الوطنية الفلسطينية إذا بتحترم دماء شهدائها إنها توقف التنسيق الأمني. أول شيء توقف التنسيق الأمني مع الإسرائيليين وتنضم للشعب. واللافت برأي المراقبين أن الانتفاضة الفلسطينية يقودها الجيل الفلسطيني الجديد الذي ولد بعد توقيع اتفاقية أوسلو قبل 22 عاماً. المؤشر الرئيسي هو فقدان الأمل. فقدان الأمل يأتي من أولاً عدم وجود قيادة فاعلة توجه هذا الجيل من الشباب نحو هدف واضح استراتيجي سياسي يخلصهم من الاحتلال، وأيضاً المؤشر الآخر هو أن هؤلاء الشباب وصلوا إلى قناعة أنهم يجب أن يكونوا هم الفاعل الرئيسي ولا ينتظروا أوامر من أحد. ولعل أكثر ما يربك حكومة العدو المواجهات التي تشهدها فلسطين المحتلة عام 48 نصرة لما تشهده الضفة الغربية المحتلة. جيل فلسطيني جديد يقلب الطاولة على أركان العدو، لا يعرف من الحلول سوى الحرية والاستقلال، ولا يفهم من الأدوات سوى المقاومة وبأشكالها كافة. من فلسطين المحتلة نزار حبش، قناة الجديد